نكمل طلاب، وصلنا إلى نهاية الملزمة الثالثة وحسابات كلش حلوة وجايب عليها سؤال اسمه الغاز ميجريشن إكويشن. يعني هسه احنا خلينا نجي نفهم المعنى الفيزيائي مالته شنو تمثل وناخذ عنه حسابات بسيطة، نسوي فيديو مستقل. انت اليوم دخل عندك الغاز، خلينا ناخذ قلم، دخل عندك الغاز اوكي، هنا صار انفلاكس. بعد انت بعد تعرف انت بعد عملية الانفلاكس انت ايش راح تسوي؟ راح تقفل، راح تسوي شت انكيسينج بريشر وشت ان درول بايب بريشر. زين انت خو بعد من دخلت هاي عندك الانفلاكس او من دخل عندك الغاز او يعني نسوي غاز، هذا الغاز ما راح يبقى هنا يعني طول العمر، اكيد هذا راح يصعد اوكي، راح يصعد. احنا مساء عرفنا انه البي قانون بويل وغيرها، هسه اريد اعرف انا هذا الغاز ايش قد راح يستغر بالساعه الوحده او علاقه الزمن مع المسافه اللي راح يهاجر بيها اوكي. لذلك طلع عندي مصطلح اسمه ريت اوف غاز ميجريشن، يعني هو المده اللي او هي المسافه اللي يقطعها الغاز خلال المقطع التي في دي بمن بالساعه اوكي. بالضبط بالضبط هسه انا هنا راح امثل لك مثال كل السهل اوكي. انت هنا عندك الشارع اوكي وعندك سياره، احنا دائما ما نسمع هذا المثال انه يابا سيارتي تمشي 60، سيارتي تمشي 50، سيارتي تمشي 100 وما ادري ايش قد. اذا هو المسافه اللي تقطعها السياره خلال ساعه واحده مثلا 60 كيلومتر بالساعه مو صح، او 100 كيلومتر بالساعه تمام. اذا هو الموضوع انه انا هاي السياره اعتبرها غاز اوكي، فانا راح اشوف ايش قد تقطع بالفوتات خلال الساعه واحده، يعني هي كل ساعه ايش قد راح تمشي، يعني مثل بالضبط راح هو يعني سرعه الغاز اوكي، ايش قد راح تمشي السياره، ايش قد ما ماشي الغاز. هسه نشوف تمام. اذا عندك القانون بشكل مبسط، هذا القانون هو الريت غاز ميجريشن يساوي لي الفرق بالشت انكيسنج بريشر. زين ليش مثلا هنا في السؤال كلامي يقول لك يتعلق بالشت انكيسنج بريشر؟ لان بالتالي انه هو الغاز اصلا راح وين؟ راح يكون بالانيلر، فما راح هو يتحرك بالدرول بايب، وعرفنا ليش بسبب المساحات تمام. اذا من تجي لي المساله ويجي لي بها شت انكيسنج بريشر وشت ان درول بايب بريشر، هذا الدرول بايب بريشر ما عشان اشوفه راسا اتشلب بالكيسنج. زين قايل لي دلتا، يعني شنو دلتا؟ يعني الكيسنج البريشر الثاني ناقص الاول، او معدل التغير، معدل التغير خلال ساعه واحده. هسه نجي نشوف التيرمات على المادي جراديانت. اول شيء ريت اوف غاز ميجريشن وحتى فوت على على ساعه، يعني سرعه هي المسافه خلال الزمن تمام. اذا سرعه، اذا اذا قال لك find the speed of the gas influx او قال لك rate of gas migration تكتب له هذا القانون. زين هو مقدار تحرك الغاز في الساعه مثل سرعه السياره مثل ما قلت لك زين داخل البئر مع المسافه، يعني انت شوف المسافه المقطوعه خلال ساعه ايش قد راح تستغرق هاي الغاز migration. زين البسط ماله اللي هو الشت انكيسنج بريشر هو الزياده الحاصله، هذا هم سؤال انه انت الشت انكيسنج بريشر راح يزيد لو راح يقل مع ارتفاع الانفلكس؟ اكيد راح يزيد اوكي، لانه هو من يزيد راح يتمدد، راح ياخذ مسافه اكثر. هيك افكر بها، راح يقل الاتش الهيدروستاتيك بريشر اكثر، اذا راح يقل الفرق بين الفورميشن بريشر والهيدروستاتيك بريشر، اذا راح يزيد الشت انكيسنج بريشر تمام. اذا الكيسنج بريشر الثاني اللي هو الاكبر بعد عمليه انه هاجرت الغازات ناقص الشت انكيسنج بريشر الاول اللي هو الاصلي عند غلق البير على المادي جراديانت. مادي جراديانت انتبه هنا يقصد بيها للطين وليس للغاز، يعني ايش قد هنا انا عندي الهيدروستاتيك بريشر اسوي له مادي جراديانت، والمادي جراديانت معروف هو البي بي جي في الفاكتور وحتى بي اس اي على فوت، وهذا بي اس اي على ساعه. هسه نجي للبي اس اي، والبي اس اي تروح فوت مقام المقام يصعد بسط يصير فوت على ساعه. هسه نجي لمثال، هذا المثال اللي هو اخر شيء موجود بالمحاضرة الرابعة الغاز ميجريشن إكويشن، هاي منطيك إياها الوحدة بالفوت الساعة، منطيك هنا تعريفاتها. يقول لك افرض لي إنه الشت إنكيسنج بريشر هو 500 بعد ساعة أوكي، إيش قد صار؟ صار 1100
اها يعني انا سديت البير بالبدايه، اول ما سديت البير كلش شقيت قرا لي 500، بعد ان سديت البير ايش صار 1100، يعني انا انتظر ساعه كامله على مود احسب زين. ومد جريديت من ضنيا يقول لك احسب لي الجاز ميجريشن ريت، او يقول لك احسب لي الجاز سبيد. الجاز ميجريشن سبيد سهل، اقول له الشت انكيسنج بريشر الثاني ناقص الاول، طلعت الفرق مال الشت انكيسنج بريشر، الزياده الحاصله بالشت انكيسنج بريشر بسبب عمليه الاغلاق وبسبب عمليه هجره الغاز زين على المد جريديت، راح ينطيني هذا انه والله يقول لك الغاز مالتك انت ايش قد تمشي بالبير مثلا. قل له والله الغاز مالتي تمشي انا 1050 تقريبا 1050 فوت بالساعة، أوكي 150 فوت بالساعة أو 17 بالمنت، المهم سمع بمتقسم على 60، أهم شيء عندك هاي الوحدة يعني يريدها من عندك زين. هسا خلنا ناخذ فد مجموعة أسئلة بسيطة وهو جايب هم سؤال عليها، وإحنا حطينا واحد ومثال على مود إنه أنت تستوفي جميع الحالات اللي ممكن تجي لك بها، يجي كسؤال يجي كنقطة يجي كفرع. المهم بالسؤال الاول يريد يخربطك، شنو يقول لك؟ يقول لك انت عندك الانفورميشن افتر جاز انفلاكس، يعني انت صار عندك جاز انفلاكس وحسبت حساباتك. بحاله الانيشال الشت ان درل بايب كان 180 والشت انكيسنج بايب صار 450، مو صار او هو 450 بعد افتر ساعه واحده، اوكي افتر واحد ساعه واحده اذا قانوني صحيح ما محتاج احول، هو منطيني اياه بالساعه. شت ان درل بايب ايش صار؟ 580 اذا زاد بمقدار 400، وشت ان كيسن باب صار 850 اذا هم زاد بمقدار 400. انا شنو قلت لك؟ اريد هو شنو يقول لك؟ منطيك المد ويت، عرفنا نفس المد ويت شلون طلع، او منطيك فند ذا جاز ميجريشن ريت، ذا اكشوال جاز ميجريشن او ريت جاز ميجريشن او سبيد اني واي. وشنو منطيك؟ يقول لك بالساعه، ما دام قال لك جاز ميجريشن يريدها بالساعه مثلا، يجوز بالامتحان يحدد يقول لك يريدها بنص ساعه، فانت حسب معطياتك لا تتقيد، اوكي لا تتقيد. هسه احنا من نجي اشرح كل الحالات، ما حد يقول شيء توتال فيرتيكال دريفت اصلا ما تحتاجه. اذا اول ما اجي شت ان درل بايب برشر شو اسويها؟ كني ما اشوفها مش اسوي بيها انا، هو الغاز يمشي بالكيسنج، ايش اسوي بالدرل بايب برشر؟ ليش تخطئني؟ امسحها زين، اشوف شت ان كيسنج بريشر الثاني ناقص الاول 400 هو يريدها بالساعه، اذا طلعت انا خلال ساعه واحده راح يزيد الشت ان كيسنج بريشر مقدار 400 بي اس اي. تمام المد جريدينت هو منطيني الكثافه البي بي جي، اوكي اضربها في هذا الفاكتور طلعت لي الجريدينت مالتها، اقسمهم واحد على الثاني، قلت لك بي اس اي وبي اس اي واحد فوت تصعد. هاي هنا في مثال توضيحي، انا مود اتذكر السياره انه هي بدايه الانفلكس، شوف وين كانت جوه، بعد ساعه واحده راح تصعد بمقدار 616 فوت. وضحت الفكره شلون؟ وضحت. هذا السؤال جايبه للشباب بقسم اي، شنو قايل لك؟ قايل لك انه المد ويت هو عباره عن 13 بي بي جي، تمام، ومخطئهم ايش قايل لهم؟ قايل لهم انفلكس جريدينت هو 0.1، هذا مالت الغاز، انا شو اسوي بمالت الغاز؟ ما علي بي، هذا معطى زائد زين. ومنطيك افتر 30 مينت، يعني يقول لك بالنص ساعه، خلال نص ساعه بوث بريشر هاف رايز باي 150 بي اس اي. من يقصد بيهم؟ يقصد بيهم الشت ان درل بايب بريشر والشت ان كيسنج بريشر، اثنيناتهم خلال نص ساعه زادوا 150 بي اس اي. كمل السؤال، شنو قايل لك؟ قايل لك ذا سبيد اوف جاز، يقول لك السبيد اوف جاز ميجريشن، ها وحده الفوت على ساعة. إذا قايل لك وحدة الفوت على نص ساعة يجوز ريدي خطأك، فهذا مباشرة يعني هو قايل لك 150 بنص ساعة، بس هنا شنو رايدك؟ رايدك بساعة، فوت على ساعة. انتبه، أكتب معطياتي الانفلكس قلنا هذا بس عشان كتبه، افتر 30 منت زاد 150. المهم أنا ياها وأحتاج شت ان كيسنج بريشر، شت ان درل بايب بريشر، ما علي شو أسوي بيه، أوكي زين. جزء يعطيك مطالب ثانية، يعني تفكر مثلا يقول لك كل ما دويت بعد مرور ساعة، فأنت تستخدم الشت ان كيسنج الشت ان درل بايب بريشر الثاني، يعني بعد تو تفكيرك تو خيالك. المهم زاد 150 هذا بنص ساعة، أنا ما أريده بنص ساعة أريده بساعة، إذا بما أنا ضربه باثنين يعني أنا عندي نص ساعة 150 وساعة ايش قد راح يصيرن؟ 300، إذا 300 بي اس اي خلال ساعة الوحدة، اوكي المد جريديت استخرجه، اذا القانون النهائي مالتي راح يصير التغير بالشت ان كيسنج بريشر خلال ساعه هو 300، راح يزيد مقدار 300 على المد جريديت مالت الطين الاصلي،
ربالك مو تستخدم مالة الغاز، شو يستوي التب مالة الغاز؟ يطلع لك 443 فوت بساعة. إذا سرعة الغاز مالتي تمشي 443 point something فوت خلال ساعة الوحدة. أتمنى يكون الشرح واضح. خلني ناخذ بعد حالة. حالة شو يقول لك؟ لكن شت انكيسنج بريشر تزيد 575 بي اس اي، ناس يكتب البي اس اي، خلال 15 منت، خلال ربع ساعة. يقول لك if the gas influx، هم هنا جاي خطأك، and the mud drilling هو منطيك الجريدينت، يريد ال rate of migration، طبعا انا ما كاتبها، يريدها بوحدة الفوت على شنو؟ على وحدة الفوت على ساعة. تمام. اذا هنا عنده 75 بمن هاي بالربع ساعة، ربع ساعة جيت 75، انا اريدها بساعة كاملة، اذا اضربها في شقد؟ في 4، يطلع لي هم 300 على المد جريدينت، هو مطيني مباشرة هنا، إذا يطلع لي هذا الرقم اللي هو 549 ونص فوت على ساعة. هاي السرعة مالت الغاز ميجريشن مالتي. انتبه، يعني هنا يجوز بالامتحان يقول لك أنا أريدها بوحدة الفوت على منت، أث قسمها على 60، أوكي أريدها فوت على نص ساعة، فأنت يعني حسب معطياتك، ولكن هو الأغلب يريدها فوت على ساعة. اتمنى يكون واضح الشرح، ما غيرنا اللون، وقلت لك الاسئله الكلاميه انه مثلا هذا بمن يتعلق، وان شاء الله احنا راح نسوي كلاميات ايضا لهذا الموضوع ونكمل.